طاجن البطاطا باللحمة والبتنجان محتاجين كيلو بطاطا تكون متقطعة حلقات، لحمة مفرومة متعصجة نص كيلو مثلا، كيلو بتنجان رومي متقطع شرايح طولية ومشوي، نص كيلو طماطم متقطعة مكعبات صغيرة، معلقة كبيرة ثوم مهروس، قرن فلفل رومي أصفر، قرن فلفل رومي متقطع مكعبات، قرن فلفل شطة، جزرة مبشورة، معلقتين كبار دبس رمان، معلقة ملح وفلفل أسود، ومعلقة كبيرة كمون وزيت. أول حاجة أنا عصقت اللحمة، اللحمة زي ما احنا شايفين قطعنا بصلة، ادي المكونات اهي والمقادير لسه معانا على الهواء. تمام، شايفين البطاطا الحلوة دي؟ أنا قطعتها حلقات بعد ما قطعتها، طبعا قشرناها غسلناها وقشرناها، بعد كده قطعتها حلقات وجبت صاج من سيجان الفرن صينية، دهنتها زيت خفيف ومسكت البطاطا كلها بعد ما اتقطعت حلقات، رشيت عليها ملح وفلفل، رشة خفيفة ملح ورشة فلفل ومعلقة زعتر، زعتر ناشف كده بريحة حلوة، ورحت رشاهم عليه على البطاطا وقلبتهم في بعض، ورحت رصاهم على الصاج اللي هو كان مدهون زيت، قلبتهم بقى في بعض عشان كلها تدهن بالزيت اللي كان محطوط في الصاج. تمام، ودخلتها على أرضية الفرن، فضلت حوالي نص ساعة من غير تقليب ولا أي حاجة. شايفين اللون؟ خدت لون ذهبي تحفة، طعمها طالع رائع رائع رائع، عايزة أقول لكم طعمها مش قادرة أقاومه. بشربها بقى مع إيه؟ بشربها مع مج كده حلو، عم عبد ربنا يكرمه عاملهولي قهوة سريعة الذوق. آه باكلها. ربنا يكرمك يا داليا، أصل جمال البطاطا لخبطني. حلوة جدا عايزة أقول لكم. معانا بقى هنا اللحمه المفرومه، جبت بصلايه قطعتها، معلقه صغيره سمنه ومعلقه زيت، شوحت البصله وحطيت اللحمه اتعصجت بالشكل ده، اديتها معلقه صغيره توابل مشكله ورشه ملح ورشه فلفل بس كده. هننكه اللحمه دي بقى بايه؟ هنحط لها شويه دبس الرمان الحلوين دول عشان نديها طعم حلو، ورشه من الكمون. هنا عندي حلة تانية، أتمنى تجيبوا البطاطا وتجربوها بالشكل ده، طعمها تحفة. ممكن ده تبقى وجبة سناك كده والأولاد قاعدين بيذاكروا أو بالليل قدام التلفزيون ولا حاجة، نعمل لهم البطاطا كده بالشكل ده بملح وفلفل وزعتر، هتبقى أحلى سناك. يعني بدل ما ياكلوا شوكولاتات وحاجات مش مفيدة، لا نديهم حاجة تديهم طاقة وتفيدهم كمان. هنا كده معايا معلقة زيت، هنزل فيها معلقة ثوم مهروس ناعم، هشوحها بس لحد ما الثومة تدبل. شايفين هنا بقى الطعم والريحة بتاعة اللحمة هتبقى تحفة مع دبس الرمان ورشة الكمون الخفيفة دي، بتدي يعني ريحة جميلة جدا اهو بالشكل ده. هنا الثومة اول ما تتشوح مش عايزينها تصفر ولا حاجة، بس تطلع لنا الريحة الحلوة، لما بتبقى في المادة الدهنية سخنة بتطلع على طول الريحة الحلوة بتاعتها. هبدأ هنا عندي الطماطم المتقطعة دي، حطيت عليها بس معلقة صغيرة صلصة بس علشان ايه؟ أزود اللون بس، لكن لو مفيش صلصة مش مشكلة، هي الوصفة أصلا بالطماطم بس. هنا حطيت الطماطم فوق التومة كده، وهخليهم يغلوا بس كده غلوتين مع بعض. هحط عليها ادي الفلفل الشطه هنا على اللحمه، ومعايا فلفل اخضر. احنا هنا كده الطماطم بالصلصه شغاله مع التومه، هتاخد غلوتين كده وتبقى جاهزه. وادي هنا الفلفل الشطه والفلفل الاخضر فوق اللحم بس كده، احنا مش عايزينها تبقى ناشفه قوي، يعني يبقى فيها سنه سائل كده من اللحمه خفيف عشان يطعم لنا البطاطا ما نحطها عليها بس كده. الو الو، صباح الفل يا ام اسلام. صباح الهنا عليكي حبيبتي، اخبارك ايه؟ معلش عندي بس كحه وزكام كده، معلش. الف سلام عليك. الله يسلمك حبيبه قلبي، ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ وحشاني والله. الحمد لله، والله الحمد لله.
الحمد لله يا حبيبتي، والله سيرتك ما بتتقطع ابدا والله يا غاده بجد والله، يعني حتى لغايه امبارح بالليل انا وبسنت والله مش قادره اقول لك يا حبيبتي والله. ربنا يكرمهم ويصبرهم يا رب. يا رب يا حبيبتي ربنا يا رب. يصبرهم بجد والله انت اخت غاليه جدا ربنا والله. ربنا يخليكي يا رب، ده هم اولادي والله زي اولادي بسنت وشهد وعمر. زي اولادي برضو والله. والله زي اولادي ربنا يكرمهم والله. ويصبرهم يا رب. والله يا غاده سيرتك ما بتتقطع ابدا. ربنا يسعدهم يا رب بحق جاه النبي. الله يخليك يا حبيبتي. تسلمي يا ام اسلام. ربنا يخليك يا حبيبتي. شفتي وصفه البطاطا معانا النهارده يا ام اسلام؟ لا جميله بجد. بس جربيها بقى مشويه كده طعمها رائع. اجربها ان شاء الله. بس بالملح والفلفل. عايزاكي بس تقولي لي طاجن او صينيه بس لو عملتها حلوه. يعني طب معلش، طب ما تستني معانا الاسبوع الجاي ان شاء الله نعملها حلوه. اصل هو جد اسلام طلبها مني فقلت له طب يا حبيبي بعدين. يا اسلام ده انا اعملها لك مخصوص. ربنا يخليكي يا حبيبتي. فقلت له عينيا يا اسلام. انت عارفه يعني دلوقتي طلبك غالي عندي بقى، واول مره تطلب مني حاجه لازم اعملها لك. انا اليومين دول مش بعمل حاجه حلوه خالص، بس قلت له بعدين. بس انا اول ما شفتك بتعملي البطاطا قلت تقوليها لي، وان شاء الله بعد ال 40 ابقى اعملها له باذن الله. باذن الله هعملها لك الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي. ربنا يديك الصحة والعافية. ربنا يخليك يا ام اسلام. ومرسي القناة سن كلها ربنا يبارك لهم كلهم. الله يخليك يا حبيبتي. تسلمي. كلهم سامعينك وكلهم بيصبحوا عليك يا ام اسلام. شايفين يا جماعة التفاعل كده؟ يعني ابنها قاعد بيتفرج جنبها طلب البطاطا لما شافها، ايه الجمال ده؟ وانا عينيا ليك يا اسلام، عينيا هعملها لك. ماما يعني من الناس اللي انا فعلا اعتز بيهم وبصداقتهم. هنا بقى انا حطيت على الطماطم، حطيت عليها رشه الكمون، وحطيت عليها رشه ملح ورشه فلفل صغيره جدا اهو بالشكل ده. بس مش عاوزين من الطماطم اكتر من كده، احنا عايزين برضو يكون فيها ايه، يكون فيها صوص كده. خلاص انا طفيت عليها اهي بالشكل ده. خلاص هاخد بقى هنا البتنجان، طبعا احنا مقطعينه بالطول اهو وشاويينه ورشين عليه رشه زيت خفيفه جدا وشويناه على الجريل. ما عنديش جريل، ممكن افرده في صينيه بدهنه زيت خفيفه ورشه ملح وادخله الفرن يتشوي. هياخد نص ساعه مثلا في الفرن على الجريل، لو عندنا جريل على البوتاجاز او جريل بالكهرباء ما بياخدش 5 دقايق. تمام. ببدا بقى ارصه كده. الو الو الو، مساء الخير يا غاده. ازيك يا مدام سهام؟ مساء الفل. ازيك يا غاده عامله ايه؟ الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ الحلوه اللي عملت تعمليها دي يا غاده. ربنا يخليك، ده وصفه جميله قوي يا غاده. حبيبه قلبي، ده وصفه جميله جدا هتعجبك. حبيبه قلبي الله يخليك يا مدام سهام. تسلمي. البطاطا حطيتي عليها الملح والفلفل اللي انت بعد ما شويتيها؟ البطاطا اللي هي المشويه. البطاطا المشويه دي قبل ما اشويها رشيت عليها الملح والفلفل ورحت قبل ما اشويها ورحت حط عليها معلقه زيت كده وقلبتها في بعضها وحطيتها في الفرن، في صينيه في الفرن. على ارضيه الفرن. اتشوت بقى. عايزه اقول لك طعمها رائع. انا مش قادره يعني، دي اصلا مفروض للعرض عشان نقدمها، بس انا مش قادره. حاطه الشوكه جنبي وعماله اتسلى فيها من اول البرنامج يعني. ماشي ماشي يا غاده ماشي. اتفضلي معايا، تعالي معايا. ببعت سلام المدام احلام. وانا كمان برضو بسلم عليها، دي حبيبتنا مدام احلام. ما ايوه، ما انا قلت لها دي هتتصل بيكي غاده، بس بقت قاعده مستنيه. ربنا يخليكي ويخليها لنا يا رب يا رب. وببعت بقى السلام لام رامي كل حبايبك، كل حبايبك دلوقتي سامعين صوتك. أيوة. الجميل ده وكل حد ومدام رورو. ومدام رورو كمان ماشي. كل سنه وهم طيبين كلهم وحبايبك كلهم. الله يخليكي يا مدام سهام. تسلمي يا حبيبي. سلام العلول. العلوش حفيد احلام. طيب واحنا كمان بنسلم عليه. بصي بقى كده الوصفه الحلوه دي عشان تعمليها يا مدام يا مدام سهام. شكرا ليكي والتليفون. بصوا بقى انا بعد ما شويت، بصوا البتنجان لما بيتشوي بصوا بيبقى طري جدا، بصوا بيبقى ايه بيتني بسهوله وطري جدا اهو. احنا فردنا في الارضيه كده قاعده من البتنجان، وباخد على الطروف بس بخلي الطرف لبره عشان نقفل عليه لما يتحط معانا اهو بالشكل ده كده. بصوا باخد اخلي الطرف بتاع البتنجانيه لبره، لو في اي حاجه مثلا اتقطعت مني ولا حاجه اخليها هي اللي تبقى ايه موجوده معانا في الارضيه. كل ده دلوقتي مش هيبان، اللي بيبان عندنا اللي هو ايه اللي هيبقى على الوش هيبقى سليم ان شاء الله بالشكل ده. بس احنا هنا عشان مقطعين البتنجان رقيق، لان طبعا لما بيشوي لازم نخلي بالنا منه انه بيتلسع بسرعه اهو بالشكل ده كده.
كده اهو. بصوا كل ده بقى هنا كده. الو، ازيك يا غاليه يا بنت الغاليه؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا حاجه زين؟ ازيك يا اصيله يا بنت الاصول؟ ربنا يكرمك يا رب، تسلمي لي يا رب. كل دقيقه فاكراك وكل لحظه فاكراك حبيبه قلبي، تسلمي ازيك وتعيش. ازيك يا غدود، عامله ايه؟ وازي بناتك؟ وازي كويسين والله، بيسلموا عليك ويبوسوا ايديك. انا حبيت اصبح عليك واسمع صوتك بس. مساتك العافيه يا حبيبه قلبي، تسلمي. الله يخليك. والحاجه عامله ايه؟ كويسه؟ كويسه والله الحمد لله. انا عجبتني البطاطا اللي شوياها دي، جميله جدا. هتستحمل للفرن؟ طيب تطيب بسرعه؟ ده ما بتاخدش حاجه، البطاطا الايام دي اوانها وبتستوي على طول وجميله جدا. يعني هتقطعها شرايح رفيعه زي الشيبسي ولا اتخن؟ مش لا اتخن من الشيبسي. بصي حضرتك السمك اهو، الاستاذ هيجيبه لنا، استاذ طلعت هيجيبه لنا. زعتر وملح وفلفل. زعتر وملح وفلفل وشويه زيت وحبه زيت كده في ارضيه الصينيه. طب انا عندي طريقه للصينيه الحلوه بعملها على طول للاحفاد. طب يلا قولي لنا بقى عشان ام اسلام كمان تسمعها قبل ما احنا نعملها. لو عايزه تطلبني كمان تطلبني واقولها لها. طب ما تقولها لنا احنا كمان عشان نستفيد منك. طب ماشي ماشي. اتفضلي يلا. البطاطا مسلوقة تتقشر وتتهرس. تمام. مش ما تتهرس بالشوكة يعني. أو بهرس البطاطس. ماشي. نص كوباية لبن. نص كوباية زبدة. معلقتين بقسم سميد بسبوسة. سميد البسبوسة. تمام. معلقتين جوز هند. تمام. صفار بيضتين. صفار بيضتين. تمام. ونص كوباية سكر بودرة. بس. وعلى بعض دول هما، وتبطن الصينيه بالسمن وتبطنها بالسميد البسبوسه برضه عشان تطلع حرشه من تحت كده. انت بتعملي حاجه زي كاستر كده بس بسميد البسبوسه الخشن. لا ما بحطش كاستر. ايوه يعني هي بصفار البيت كده هتدينا الطعم الحلو بتاع الكاستر ده. مع كله ده، مع اللبن. مع الزبده، مع معلقتين زبيب، مع معلقتين جوز هند. الله، ده تبقى تحفه. كله ده تبقى تحفه. مغذيه خالص جدا جدا، وتبقى طعمها حلو جدا. وتدخليها الفرن. تمام. ولما تطلع وتيجي تاكلها دافيه، تاكلها بارده، تطلع زي خرط الكيك حته حته حته. تمام. تتقطع. نسيت اقول لك. نعم. باكو بيكنج باودر. باكو بيكنج باودر عليها. باكو كامل؟ عشان يفنشها. مش هيبقى كده كتير على نص كوبايه لبن باكو كامل بيكنج باودر؟ ايوه، ما هو معلقه. معلقه واحده يعني. طب تمام. المعلقه الكبيره بناكل بيها الرز دي. تمام، معلقه كبيره. بس كده اهو. ماشي. والله العظيم في منتهى الجمال. والله اللي هنجربها يا حاجه زينب من تحت ايدك. اللي بعملها لعيال عيالي. تمام، تسلم ايدك وربنا يخليكي ليهم يا رب. وتسلم ايدك على كل حاجه بتعمليها. ربنا يخليكي ليهم يا حاجه زينب، وما نتحرمش من وصفاتك الحلوه دي. شكرا ليك يا حاجه زين. هنا بقى انا بعد ما حطيت البطاطا رصيتها، حطيت عليها اللحمه المفرومه، شويه من اللحمه المفرومه وشويه من الطماطم اللي احنا كنا مسبكينها دي. هنبدا بقى نقفل عليها بالشكل ده كده اهو. هقفل عليها خالص كده، يجوا بقى قدام بعض عشان ايه يتقفل عليها. طب احنا ممكن دلوقتي نطلع فاصل صغير عبال ما انا اقفل دي، هقفل دي ونرجع من الفاصل نبقى نحطها في الفرن، نستفيد يعني من الوقت. طب ناخد. الو، يا غاده ازيك يا ست الكل، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ انا لسه بقول له اياك تقول فاصل. لا فاصلك خالص يا غاده. لا لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، واحنا مع حضرتك. اتفضلي. ربنا يبارك فيكي، بتسلم ايدك على الطاجن اللي بتعمليه ده، جميل جدا. الله يسلمك. والله جميل. عارفه كمان بصي بقى، من غير اللحمه اعمليه من غير اللحمه، يعني احط فيه خضار كده من جوه. خضار ومشروم. طب خلاص، بالخضار والمشروم هيبقى تحفه. هجربها يا غاده، بس تسلم ايدك. والبطاطا اللي عملتيها كمان جميله، المشويه. جميلة تحفه. ده انا عايز اقول لك انا مش مبطله عملها. اكل فيها خالص. لا جميله، تسلم ايدك يا حبيبتي. وبسلم على سهام اللي دايما مدلعاني، تقول لي يا رورو. ربنا يخليكي، ربنا يخليكم كلكم لينا يا حبيبتي. الحاجه زينب كويس ان انا سمعت صوتها، وحشانه قوي. ربنا يديها الصحه ويدي حضرتك الصحه يا رب، ويخليك لولادك يا بنتي. الله يخليك، ربنا يسعدك. والله احلى دعوه بسمعها منك يا مدام روحيه كده على الصبح. يعني انت عارفه ان انت عزيزه عليا قوي قوي يا غاده. الله يخليك يعني يا حبيبتي، تسلمي لي. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي. ربنا يخليك يا بنتي، ربنا يبارك فيك. الله يخليك. شايفين بقى الصينيه قدامنا عامله ازاي؟ هنا كده هنضف بس لو حاجه كده مطرح الزيت بتاع البتنجان كده عليها عشان ما تتلسعش في الفرن مني.
اهو بالشكل ده، وهنروح بقى ندخلها في الفرن. الفرن ممكن تاخد من فوق ومن تحت، احنا شغالين فوق وتحت مع بعض، في البيت ما فيش من فوق ومن تحت مع بعض. ندخلها لمده 10 دقائق او ربع ساعه بس، السوائل اللي في الطماطم وفي اللحمه هتنزل تطعم لي البطاطا والبتنجان، وبعد كده نرفعها تحت الشوايه لمده دقيقه واحده، الوش بس يتحمر، هي كلها تعتبر مستويه وفي منتهى الجمال. بس انا نسيت اقول لكم، البطاطا دي انا بعد ما قشرتها وقطعتها نزلتها لمده 5 دقائق بالظبط في ميه مغليه، بس 5 دقائق بس، كانت طريت بدات تطرى، بقيت سواها هتكمله في الفرن لما تتشرب السوائل بتاعه الطماطم وبتاعه اللحمه. هنا بقى كده هاخد في الفرن بالشكل ده.